عليكم، أهلا وسهلا فيكم أحبابي بقناتكم قناة لقمة شهية. اليوم معنا أكل كتير مشهورة ومعروفة ومن قديم الزمان بيعملوه الناس، عنا كبار السن لصغار بيحبوها، نحن بننسبها لنا بلبنان، بنقول هاي لبنانية وغيرنا بينسبها لإلو، حتى المصريين يمكن يعتبروها مثلا أكل مصري، ما بعرف أنا بالدول شو بيعتبروا، بس أنا بحكي عن لبنان بيقولوا إنه هاي لبنانية، بس هو أنا بعرف إنه الأصل هي عثمانية، الأصل هي تركية، ودخول العثمانيين على بلاد الشام والبلاد المجاورة خلوها هاي البلاد تتأثر بالأتراك والعثمانيين، لدرجة إنه حتى الكلمات في كلمات بنستعملهم منهم هي تركية، مثل كلمة غرفة بنقول أوضة، نحن عنا بلبنان بنقول أوضة، وكتير أشياء. وهلأ بنبدأ بمكونات هيدي الطبخة، عنا مثلا هون البصل واللحمة، هيدول يعني للحشوة الشيش برك، وعنا هون الطحين واللبن والمي، كل هيدي المكونات اللي شايفينها قدامكم أكيد ححطها بصندوق الوصف تحت الفيديو مشان وقت اللي بدكم ترجعوا له. هيدي اللحمة حنقليها مع البصل بهيدي المادة الدهنية، وعندي هوني أنا السمن اليوم ما حاستعمل الزيت النباتي، ومثل ما قلت لكم ترجعوا لصندوق الوصف حتى تشوفوا المقادير. بالأول كنت حط المقادير على اللي هون دغري يعني وقت اللي بتشوفوا المقادير، بس لا لقيت الأزبط أنه حطها بصندوق الوصف تحت الفيديو، وهيك بترجعوا للمقادير ساعة اللي بدكم. هاي مكوناتنا كلها بين إيديكم، هلأ بنبلش طبختنا وبنقول بسم الله والله المستعان. ومرحلة العجين، تنعمل العجينة تعيتنا تعيت الشبرك، بدنا مثل ما قلنا طحين أو دقيق مثل ما بينقال باللغة العربية، وهذا الطحين بده تقريبا معلقة صغيرة ملح، وبده كباية مي حسب كل طحين وقد بياخد. هلا أنا حجرب حط مي كباية، إن لقيت إنه إسا بده مي برجع بزيد، بس بحط شوي شوي حتى أعرف، لأنه في طحين بياخد مي أكتر في طحين بياخد أقل، وبنعركون حتى تنعجن العجينة. كنت حاطة نص كباية وهلأ نص التاني، وبنحاول نعجن، وهيك بنتأكد انه عجينتنا بتزبط وما بتطلع طرية كتير كتير. وهلأ بنعجنها وبنرجع لكم ان شاء الله. هيك طلعت عجينتنا كتير منيحة ما شاء الله، أخذت كباية وشوي يعني أقل من الربع. هلأ بغلفها بنايلون حتى ترتاح شوي، أكيد هي ما فيها خميرة يعني، بس بتركها كمان لبين ما أعمل الحشوة تعيتي، ومثل ما أنا بنغلفها بنايلون. وهلا احبابي بننزل معلقتين السمنه اللي قلنا عليهم للتقلية الاولى، اللي هي بصل ولحمه وسبع بهارات وقرفه ناعمه وبهار اسود وملح. هلا بننزل البصل بدي احطه، انا بحب لما اكل ششبرك احس بالبصله، بحب يعني في ناس بيطحنوها او بيرشوها، انا ما بحبها ناعمه كتير، بحبها هيك يعني بهالسمكه هيدي، تكون حبتها شوي مبينة. هلا هي حتدوب بالقلي، بس لما تدوب حتبقى طعمتها ظاهرة يعني أكيد. هلا بنقلي شوي حتى تحمر وتاخد هيدا اللون، بننزل البهارات اللي عنا اللي قلنا عليهم، بس أكيد تتشقر شوي يعني تاخد هيدا اللون الحلو قريب للشقر، ما شقرت منيح بس إنه دبلت يعني. هلا بننزل البهار الحلو، سبع بهارات، انا عندي مشكله بلفظ البهارات. هلا القرفه الناعمه وسبع بهارات، عفوا اول شيء
معلقة 7 بهارات، تاني شي نص معلقة قرفة ناعمة، ونص معلقة بهار أسود. سبحان الله، إن شاء الله بقى قول سبحان الله، هيدا خطأ لفظي. المهم بنقلب منيح ببصلتنا حتى تاخد تشويحة مع البهار. أكيد بس نشوح البهار ونقليهم بتطلع ريحة بتجنن. هلأ بننزل الملح حتى تدبل شوي بصلتنا. وعلى فكرة أنا الحبة كبيرة إذا ملاحظين، منا كتير صغيرة. يعني في ناس بيبرشوا مثل ما قلنا البصل أو بيطحنوه بشكل إنه ما يبين، لا أنا بحب لما بالكبة أو بال يعني كبة قراص أو بالشيش براك تبين حبة البصل بالتم، يعني هيك حس فيها. وهلأ من بعد ما طلعت ريحة البهار بننزل اللحمة وهيك بنفرطها أو بندعكها هيك حتى يعني حتى ما تضل مكبتلي هيك أو عيني كريات أبدا. بتضلنا عم نعمل بهالطريقة هيدي بالمعلقة حتى، بس بننتبه ما تكب مية اللحمة. بنحاول جهدنا إنه نعمها أكثر وأكثر حتى بقرص الشيش برك، أو حتى لما نكون عم نعمل الكبة ما تكون يعني مثل الكريات. وهيك عنا خلصت الحشوة. هلا بننتقل للعجين إن شاء الله رب العالمين. هيك بهالطريقة بنمد العجين بشكل رغيف حتى ترق معنا وتاخد سماكة معينة نحنا طالبينها. وبعدين بنصير نقرص العجين بالغطا القنينة أو بيسموها الاكسترا تاعت الفواكه، لأنه أنا بدي إياها هيدا الحجم. مثل ما قلت لكم ما بدي إياها فنجان قهوة لأنه حبتها كبيرة، بتكون بدي إياها صغيرة هيدا الحجم الصغير. بنعمل بهالطريقة ما انا ماني جايبه اقطع او سيركل حتى اقطع فيها القياس اللي بدي اياه. بقى بهالطريقه خلص يعني بستغل هيدا الغطا لهيدا الموضوع. وهيك بسحب العجين من حوالي هاي الكريات او الدوائر هيدي، وهيك خلصت ما شاء الله. اخدوا الشكل اللي بدي اياه، دوائر وبعد ما شلت العجين من حواليها كل دائرة بنحاول هلأ نحشي العجين بنحطه على صابعنا، وفينا نخليه على الصدر ونحط عليه الحشوة. أنا بحب هيك بهالطريقة، ما بعرف بلاقيها أريح. بحط العجينة بقى صبيعي وبرجع بحط الحشوة بسكرها هيك مثل القطايف. إذا في شي محل طالع على برا بنسكرها، بنبرمها بهالطريقة، بنعملها مثل قبعة. مثل ما قلت لكم هيدي اسمها بالتركي قبعة الشرطي أو قبعة الدركة. فنحن بنقول شيش برك، هي درك مش برك، بس مع مرور الزمن بتختلف تسميات، بتندثر التسمية الأصلية. هيك صار عنا هيدا الصدر، صينية أصغر كمان. وأحبابي بهالمرحلة بننزل أكيد بدنا ندور اللبن. بقى بننزل البيضة اللي قلنا عليها على البارد، أكيد بعدنا ما شعلنا الغاز أو ولعنا تحته. بنحرك منيح، بنخفقها منيح. وهلا بهاي المرحلة بننزل اللبن، قلنا 2 كيلو لـ3 كبايات، 3 كبايات طحين، 2 كيلو لبن. وأكيد بدنا نضيف مي، كل كيلو لبن بده 2 كباية مي أكيد. وهلا بننزل الميات. اكيد حطيت المي بالجاط اللي كان فيه لبن حتى ما يضل لبن، بتعرفوا حبة رز او شوية لبن كله هيدا بركة، ما بدي تروح البركة. بقى بحط المي، واكيد هون بهالطريقة بحرك منيح وبشعل الغاز. اكيد بهالمرحلة
شعلنا الغاز تحت الطنجرة وقعدنا نحرك فيهم حتى ما يفرط اللبن، وكل شوي حأتردد على طنجرتي لحد ما هون بلش يغلي اللبن، وهون بهالمرحلة بسقط العجين مثل ما قلنا شيش درك بالتركي أو شيش برك باللبناني. وإذا بتسألوا على فكرة أي لبناني قديم يعني معمر بيقلك هاي الأكلة اللبنانية، ليش؟ لأنه خلق بهالبلاد وبيعملوا الشيش برك، بس ما بيردوا الموضوع لأصله وقت اللي كانوا العثمانيين بهيدي البلاد. وكان في أكلات كتير مثل داود باشا، مثل في كتير أكلات، بس الكل بيظن إنها هي لبنانية. لا، هي ما الأصل لبناني، أصلها هي تركي. بس يلا بنعتبر مثل الجنسية، لما إنسان بيروح على مثلا أمريكا فرضا وبيقعد هونيك ما يقارب 20 سنة وبياخد الجنسية، خلص صار أمريكي، ونحن هيدي صارت لبنانية. نرديو ولا ما نرديو الأتراك؟ وهلأ بننزل حبات العجين وبعد شوي بنصير نقلبهم شوي على الخفيف حتى ما يلزقوا ببعض. وهلأ بننزل السمنة المعلقتين اللي بقيوا معنا حتى نعمل تقلية الكزبرة والثوم، هاي مرحلة أخيرة بالطبخة هيدي. مثل ما قلنا بننزل السمنة وبس يسخن معنا تسخن المادة الدهنية هيدي، بننزل بهالمرحلة الثوم والكزبرة الدقينون. أكيد ما لقيت، أنا ما لقيت كزبرة طازة فريش، بقى من الفريزر طلعت شوي وعملتهم، لأن هاي الأكل بلا كزبرة وبلا توم ما بتزبط معي، تعطيها طعم كتير طيب. بعد ما أخدوا هيدا اللون الأشقر الحلو طلعت ريحة التوم والكزبرة منيح، خلص هلأ لازم سقطها بقى فوق اللبن. ما شاء الله واللبن عم يغلي على حرارة عالية والشيش برك استوى، فإذا لازم هلأ بهالمرحلة هاي نسكب. على فكرة هاي بتنعمل، ناس بيعملوها جنب رز بشعيرية وناس بيعملوا رز بعدس اللي هي مدردرة أو مجدرة، وعملتها أنا بفيديو. أنا بحبز الرز بعدس والناس أذواق، لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. ما شاء الله شوفوا هالشكل الطيب، ويا ريت فيني ذوقكم كلكم، عن جد طعمي كتير طيب ودقتهم، لا ملحهم كتير منيح. ومثل ما قلت لكم بيسوى انه نعمل رز بشعيرية، بس لا انا بفضل الرز بعدس وبلاقيه اطيب معه. وهلا بدي زين شوية كزبرة من الكزبرة اللي مفرستهم، وبتمنى منكم اذا عجبتكم وجربتوها ما تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. مع تحياتي سينيو أويد.